حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك والبداية دائما بالعناوين. ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق نحو مستقبل شامل ومزدهر. تعديلات مرتقبة على قانون أسس تعادل الشهادات العربية والأجنبية. تعتبر فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المهمة بالمجتمع وتشكل نسبتهم ما لا يقل عن 11% بحسب آخر الإحصاءات يواجهون تحديات بهوايه مجالات تحديات جسديه عقليه حسيه تعيقهم ممكن من ممارسه حياتهم اليوميه بشكل طبيعي ويحتاجون بالتاكيد الى دعم من المجتمع اولا ومن الجهات الحكوميه والوزارات ثانيا لذلك في خطوه تهدف الى تعزيز التعلم الشامل اعلنت وزاره التربيه عن افتتاح مدرستين متخصصه لذوي الاعاقه واللي يحتاجون الى رعايه مجتمعية وتعليمية خاصة وبالتأكيد هذه الخطوة تعزز دور الحكومة في الاهتمام بهذه الفئات حتى يتمكنون مثل ما ذكرنا أن يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويأخذون حقهم اللي كفل لهم الدستور في التعليم في مدارس مخصصة له. وعن هذا الموضوع وتفاصيله نرحب بضيفنا بالاستوديو الاستاذ نديم البلداوي المشرف التربوي حياك الله استاذ نديم حياك <applause> الله الله يحيي اهلا وسهلا بك يا مرحبا بالبدايه خلينا نعرف الوضع الحالي بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه بالتعليم بالمدارس خصوصا المدارس الابتدائيه شنو وضعهم حاليا قبل لا نحكي بموضوع المدارس جديدة المستعزين طبعا احب انورك في شغله بانه المدارس اللي هو فقط في المدارس الابتدائيه انت مو تقول ما عندنا احنا بالمدارس المتوسطه ولا بالثانيه فقط في المدارس فقط الابتدائيه وطبعا هو يوصل للمرحله الرابعه من الصف الاول للصف الرابع حسب مهم تخصصهم مهم هناك مدارس كثيره طبعا وزاره التربيه حريصه كل الحرص ان توفر لهؤلاء يعني الشريحه المهمه اللي هم الوضع التربيه الخاصه توفر صف التربية الخاصة في كل مم. مدرسة مم. حسب طبعاً المنطقة الجغرافية وحسب ده. توزيعهم مم. تكون هذه طبعا هو التربية الخاصة القبول بها يصير كالتالي بأنه يكون تخصيص من قبل طبعا أول ما يدخل المدرسة هناك م. لجنة خاصة بمعنين بالتربية الخاصة من خلال اكتشاف معلم الصف الأول لهؤلاء التلاميذ أو لا الأطفال يحيلهم لهذه اللجنة واللجنة بالتالي تدزهم إلى المركز التخصصي م. اللي هم يحددون, يحددون نوع ما نقول احنا نوع العواقب بقدر م. ما نقول يعني احتياجات خاصة احتياجات, احتياجات شلون يكون يقول يعني خل بمعنى بطيء التعلم النفق فيما في التحديات زين فعندنا احنا موجوده التربيه الخاصه وعندنا صفوف خاصه حاليا للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصه توجه جديد من وزاره التربيه وهو توجه جيد انشاء مدارس مدرستين في الرصافه مدرسه وفي الكرخ مدرسه تفاصيل هذا الموضوع طبعا هو يعني حتى اكون اكثر يعني دقيقه انا لم اكن يعني اختصاص في التربيه الخاصه بقدر ما عندي يعني المام بهذا الموضوع. طيب كونك دكتور مؤمن بهذه المواضيع. وبنفس الوقت نقابه المعلمين عندي اهتمام بالمواضيع. آه طبعا وزير وزاره التربيه حريصه كل الحرص ان توفر كل وسائل مو نقول الراحه بقدر وسائل التعلم والتطور يعني احنا بنشوف أسوة باقي الدول مهم. المتقدمه نشوف مدارس خاصه يا واكثر الدول يهتمون انا شفته يعني شفته باحد الدول الاوروبيه خلال زيارتي يعني مهم. طبعا مزح. الى المملكه البريطانيه بلندن مخصصين زرنا احد المدارس الم... يعني المهتمه او المعنيه بهذا الوضع طبعا هناك انت لو تلاحظ يعني خلينا نقول بالدول المتقدمه وبالخصوص بلندن اللي شفتهم العائله البريطانيه م. تتمنى ان ينولد عندهم طفل معاق بهذا السبب آه اهتمام الحكومه بهذا الطفل يكون عنده اهتمام خاص بهذا مدرسه كامله طبعا بها كافه يعني الوسائل التعليميه والترفيهيه لهذا الطفل آه طبعا اللي يحتاج الى تربيه خاصه. مم. مم. تربية بالامس كان طبعا مثل ما انت جنابك تعرف كل وسائل الاعلام عرفت بانه فتحت بكل مديريه اعداديه للتربيه الرياضيه. قبل لا نحكي بهالموضوع ايش قد محتاجين احنا الى مدارس خاصه؟ حتى هي هذه التجربه دائما وزاره التربيه, التربية تخطو بهذه الخطوات زي. فقط تبدي بدايه تبدي بمرحله تجريبيه احنا م. كان بس الصبرك السنه سنه 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 هي راح تصير بس كل ما لك احنا كان عندنا محافظه المثنى كونه تعتبر اصغر محافظه بالعراق م -م. طبقها يعني كل تجربه محافظه المثنى اللي هي بالسماوه ولكن م -م. طبعا وزاره التربيه كانت حريصه بانه بغداد يعني بالعاصمه تنقل بالكارب. التجربه تنقل التجربه يحتاجون سنه هذه السنه راح تكون انا يعني, يعني اقدر اقول اكثر متفائل بانه راح مم. تنجح تنجح بكل تنجح زي. لانه عندنا هناك كثير من العوائل العراقيه تعاني ما تعاني مم. من طبعا من الماساه اللي عندهم اطفال شوف حتى بعض الحالات نوع من التنمر زي. على الاطفال ولكن من يجي يستجيب يجيب هاي المدرسه مم. راح يشوف كله. بما انه وزاره التربيه حريص ان تهتم مم. وبرعايه خاصه من وزير التربيه زي. لهذه المدارس مم. راح اشوف فيها استقبال في شديد علينا انت عندي. بما انه ذكرت انه زرت واحدة من هذه المدارس في لندن في بريطانيا وعندنا هذه تجربة جديدة لمدة عام دراسي واحد شنو تحتاج هذه المدرسة من مؤهلات؟ بالدرجة الأولى المؤهلات اللي تحتاجها هو توفير الملاكات المختصة بها التربية الخاصة إذا يكون مؤهل هذا المعلم او المشرف او احنا مثل ما خلينا نقول جنابك يعرف او جميع المشاهدين ان شاء الله يعرفون احنا بالوزاره عندنا قسم قسم خاص للتربية الخاصه يقود هذا القسم طبعا احد الشخصيات المعني صح. بهذا طبعا من ضمن اختصاصه ومن ضمن عمله بانه اختصاصه بالتربيه مم. الخاصه جيب. المؤهلات يوفرها بانه للمعلم يكون عنده يدخل دورات يعني آه تاهيليه تاهله بانه يقود هذا التلاميذ هذا هؤلاء التلاميذ المعلم. طبعا المعلم مم. الاداره كلها تحتاج بنايه خاصه يعني مم. وسائل تعليمية خاصة كلها لهم آه راح تكون فتشي نموذجي قدوة للتلميذ حتى من يدخل يدخل برغبة إلها وما يحتاج حتى الأهل راح تتكفى وتأخذ مم. حالة من الاطمئنان والاستقرار بأن ابنه دخل بمدرسة راح تأهل إن شاء الله بالمستقبل يكون إن شاء الله مع المدرسة طيب هذه هذه المدارس على حد معلوماتك أن المدارس راح تكون مجانية حالها حال المدارس الحكومية كل لا كل ما تكون لا, لا, لا 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 لا, كل المدارس أبد مجانية وهي طبعا هي مبادرة من طبعا وزير التربيه طيب. وانا قبل شوية طرقت لك هو دائما وزير التربيه يتواكب مع الحدث، دائما عندنا كل اسبوع هيئه راي جيد مع المدراء العامين جيد فهذا اقتراح هيئه الراي نعم واكو حاجه حقيقيه مثل ما ذكرت لمثل هذه المدارس، ما يخص البنى التحتيه شنو تحتاج هذه المدارس؟ بالتاكيد اللي يحتاج اليوم الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصه يختلف عن اقرانه اللي بالمدارس الاعتياديه اللي نعرفها. فكمنشات وكبنى تحتيه جاهزه اليوم لاستقبال الطلاب وزاره التربيه لم تخطو باي خطوه مثل هذه مشاريع او هاي هكذا مبادرات لم تكن طبعا مستعده تم الاستعداد بتوفير أنا قبل طيب. صار مرتين داول كان احنا نوفرنا وفرنا الاعداديات الرياضيه العفو اطلق معالي وزير التربيه لانشاء اعداديه رياضيه بكل مديريه بعد ما تم الاستعداد استاذ أه علي بس انت جاي تقول لي انا قلت لك اياها مرتين انا وياك إيه؟ بس من إحنا, دراسة. احنا من نطرق وإحنا أكو في بعض المقترحات وبعض الأفكار وبعض المواضيع تنطرح كمسمى من تجي للواقع تشوفه يختلف لا 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 فاني اسال واقعا ميدانيا متابعتكم شلون تشوفون؟ 100% سوف طبعا هي مدرسه يعني سوت فد شيء قليل يعني مو احنا راح نتعمم وان كان بس بدايه جديده بدايه مهمة. جديده شيء اكيد 100% متوفرين مهم. موفرت له طبعا مو بس يعني بنا يعني بنايه مدرسه طيب. كل الاستعداد تم تعمل... بدايه عام دراسي جديد مهم. مستعده تم الاستعداد وهي جميل. طبعا شيء مو من الصعوبه يعني حتى انت يعني تشوف شيء غريب زي. بالعكس هذا شيء سهل ومتوفر وكافه الامكانيات نشجع عليه احنا ايه وياه احنا اليوم بدنا نطرح هذا الموضوع هو تاكيد على دور وزاره التربيه ودعم لوزاره التربيه وبنفس الوقت انه لازم يتوفر كل اللي يحتاجوه للاحتياجات الخاصه الوسائل التعليميه نعم. شنو اللي يحتاجوه من وسائل التعليمية هي طبعا هي كل الم... بالمدارس الاعتياديه عند المدارس خلينا نقول الاسوياء عند المدارس زي. الاسويه المدارس الاعتياديه مم. كل الوسائل محتاجه من مختبرات على قاعات الالعاب انت تدي هذا الطفل او التربيه الخاصه يحتاج كل واحد حسب اختصاصه كل واحد حسب عندنا بطيئيه يعني التعلم عندنا خلينا نقول يعني عنده خلل بالنطق عنده خلل خلينا نقول بالنمو مالته أي. كل واحد عنده اختصاصات موفره حسب الامكانيه الموجوده المتوفره حاليا جي. وبالاضافه طبعا سوف يتم طبعا هاي المدرسه راح يكون هناك لجنه مختصه حسب احتياجات دخول التلاميذ اللي يدخلون بهاي المدرسه كل واحد احتياجاته وان شاء الله سوف يتم زي. سوف اكو راح اكو ورش تدريبيه تطويريه للمعلمين طبعاً. اللي راح ينطون الدروس في هذه طبعا عندنا مديريه عامه اعداد والتدريب وتطوير المعلمين مديريه كامله يعني هي مم. من احدى تشكيلات وزاره التربيه تهتم مم. بتدريب كافه المعلمين صوره عامه ولكن بهؤلاء مم. المعلمين طبعا التربية بالتربية التربية الخاصة. خاصه بالتربية بالتربيه الخاصه لهم دوره طبعا دورات تقويه ودورات مو انا اريد اقول لك يعني تاهيليه بقدر ما اريد اقول لك احنا لانه اصلا عندنا احنا موجودين عندنا مو فدي شيء جديد او خلينا نقول علينا مستحدث لا من زمان عندنا وبنفس الوقت عندنا خبراء في هذا الاختصاص واخص بالذكر انا اقول لك عندنا مدير التربيه الخاصه اللي حاليا في وزاره التربيه هو الاستاذ سيف عبد الدعم ذكرت ذكرت انه احنا موجوده عندنا هذه المدارس راح تكون الرابع الابتدائي درع الاعتداء ما بعد الرابع شنو المستقبل اليوم؟ هو عندنا في النيه ان شاء الله اكو في مم. النيه بانه اذا كانت هاي التجربه ناجحه ان شاء الله يعمموا حتى توصل للمتوسطه والاعداديه لا تعرف لا بس يشوفون شنو احنا المشكله وين هسه عندنا مشكله؟ مشكله يعني كلش قويه من لدى يعني العائله العراقيه احنا ما نتقبل هاي الوضعيه مم. العائله العراقيه ما تتقبلها من يا ناحيه من ناحيه بانه مفهومها بانه مفهوم الخاطئ التنمر الموجود ضد العوائل هو انا هذا دارد اسالك عليه انا مو كلمة لا, لا هو اليوم دور فقط المؤسسات الحكومية لا لا بس المدارس له لا لا دور المجتمع, المجتمع والعائلة يعني العراقية وقلت لك إحنا سادة مصطلح التنمر اللي فورد يقول ظهر بالاخر صار عندنا في الحالة أو ظاهرة ظاهره متواجده بانه ستشوف هذا العالم. احنا هسه أو اول طفل من يجي مم. المدرسه حريصه بانه يكون ابنها في مم. مدرسه التربيه الخاصه ولكن على من مجرد ان تسمع هذا مجرد التربيه الخاصه مم. تاخذها ت... يعني تنعت عليه. مشكله كبيره مشكله والاهل وتصير يمكن معاناه كل شيء يمكن سكوية. اللي يسمعنا ما يحس بقيمتها واثرها بس كونك انت مختص بالمجال التربوي وقريب اليوم من هذه الاعمار ايش قد تاثر اليوم على نفسيه الطالب هذه العبارات والتنمر وغيرها من الاشياء على ذوي الاحتياجات الخاصه. هو تجي العائله العراقيه شو تقول تركز كواحد انا يعني واحد من العوائل، لو يكون ابني ويجي وتوفر له هاي الوسيله غير، انا اكون سعيد كل السعاده بي يعني مو هوايه اسباب بس بالسبب الاول راح يكون بايادي امينه. معلم تربية لا لا ايش قد تاثر اليوم على نفسيه الطالب لما طبعًا يشوف هذا التنمر؟ قد تاثر؟ طبعا التنمر التنمر فد خطيب ينتهي ينتهي مم. هاي الحالات التنمر ومو تصير تنتج على خلينا نقول فيما يخص الموضوع الانسان عادي مجرد خطا بسيط وغير. صار التنمر عليه تلقى الكاير يرجع لي وان؟ احنا مجتمعنا مع الاسف عنده الظواهر اصبحت الظاهر ويمكن يعني حتى يترك الدراسه شيء اكيد يشوف مشكله تتكرر يوميا مو بس يرجع له البيت ويجي التلميذ تلميذين يعني تنمروا عليه يصير عنده فد حاله طبعا من الياس ومن الاحباط وتشوفه بين يوم ويوم يريد يروح وبالتالي اذا صار عنده تلكؤ بالكلام او خلينا نقول بال او باي باي حالات الموجوده اللي هي مختصه وهذا يصير عندنا فد طبعا مو بس سلبي عليه وعلى عائلته طيب. بسبب هذا التنمر اذا أه نسال ليش احنا متاخرين بهذا الموضوع؟ ليش عندنا تاخر؟ يعني احنا هسه يلا دنقولك مدرسه عندنا صارت او فكره مدرسه وفكره تجريبيه ليش احنا متاخرين؟ هو هسه ما تجي خلينا نقول ليش ما ليش هسه احنا خلينا نقول نتفائل بالخير ان شاء الله هسه احنا ما نريد نجي نوقع اللوم على ده. اي جهه من جهات المعنيه بس انت تدري وكل يعني مم. المشاهدين يدري العراق مر بمراحل يوميه عندنا تجينا في الضربه ويوم واكثر اكثر الضربات هي اللي تخص التربيه والتعليم وانا اقول ليش لان احتياج اليوم اذا نجي على الاحتياجات الخاصه عددهم اكثر من 4 ملايين نعم فاكيد اكو احتياج فبالتالي انه ليش ماكو مدارس خاصه ليش ماكو مؤسسات انت من تهتم بالجزئيات انت استاذ عزيزي من تجي تهتم بالجزئيات وانت سبب مفهوم وقالب مفهومين فهذول يعني طبعا شريحه مهمه طبعا اي صح 100% بس مو احنا عندنا الكليات اللي اساسا مم. هو كانت احنا نشوف سنة, سنه بعد سنه يصير عندنا الشيء خلينا نقول ناحيه التقدم مم. كل سنه دا نطلق على العام الدراسي شوف السا... الاستعدادات جاهزه اعطيك اكبر دليل المدارس لحد اليوم يجوز ما اتوقع قطع مدرسة بقت ما استلمت كتب. جيب. العام صار تاخير باستلام الكتب. عندنا اكو مهم واكو اهم. يعني أن... هسه الكتب كل الطلاب المدارس استلموا أغلب... أغلب... كتب جديده؟ يعني حسب اعتقادي كلها جديد 100% 100% أه. وهي طبعا راح تشيلك مو سنه من شهر الثامن من شهر الثامن وزاره خو احنا نفرح من نسمع بهذه الاخبار وان الطالب اليوم الطالب العراقي بالمدارس مستلم كل الاحتياجات والادوات الهامه بدراسته ويكمل دراسته بشكل طبيعي. اذا ارجع لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصه، المشرف التربوي له دور مهم ويا هذه الفئه اليوم دور المشرف التربوي وين المدارسنا؟ ليش البعض صار ينظر للمشرف التربوي انه هو مع احترامي لدوره المهم وانا اعرف دوره لانه انا ايضا تربوي ليش اليوم المشرف التربوي ينظر على انه فقط مدرس يستشاغر ممكن ليش ما مفعل دور المشرف التربوي بشكل حقيقي مو اقول يعني هاي مع مفهوم يجوز انت بدك تحكي لسان واقع الناس هذا الموجود بس لك هذا من اكبر الاخطاء الفاد الاشراف التربوي جهاز كامل جهاز الاشراف التربوي مم. اشراف يعني له مكانته مم. ولولا الاشراف مو اقول لك يعني هو النفس اللي يصعد وينزل عند وزاره التربيه مم. انا مو راح اطلق هذا الكلام قد يكون يحسب عليه مم. بس اقول لك لولا الاشراف يعني ما ما, ما, ما تكون وزاره التربيه عين وزاره التربيه هو المشرف التربوي، مه. مشرف التربيه انت تلاحظ هسه لك كل واحد اختصاصه أيه. وابسط دليل أنطيك سعدنا اللي هسه الناس بيستهانوا بالمادتين الرياضه والفنيه هسه تقول لك مشرف ال... التربيه الرياضيه مه. مشرف التربيه الفنيه تلقاه حريص بانه هسه على قدم وساق شلون يستعد ابو الرياضه شلون يستعد لاقامه البطولات الفعاليات جيد. بالمدارس وابو الفنيه كذا، بالعكس دور المشرف التربوي دور بارز ومهم وبالخصوص على بالذكر ما يخص التربيه الخاصه هذا هذا اللي نتمناه احنا بالتأكيد انه ان يكون دور مفعل ودور حقيقي للمشرف التربوي طيب ايش قد راح تترك اثر هذه المدارس برايك هذه المدارس مدارس التعليم الخاص او المدارس التربية الخاصة. التربيه الخاصه العفو لذوي الاحتياجات الخاصه نعم. ايش قد راح يكون لها اثر انت تشوف الاستعداد الان يعني سب الطريق وباتصال مع احد الاصدقاء يعني هو كلش فرحان وسعيد هو مختص بهذا <تصفح> التربيه الخاصه <تصفح> يعني انا قلت لك قلت بالطريق عندي برنامج <تصفح> وارده آه خلينا نقول اخذ من عندك معلومات وبدي احكي لي بدي أحكي لي قال لي احنا هسه اليوم فرحانين في طبعا افتتاح صرحين حضاريين تربويين بانه فيما يخص التربيه الخاصه هذا راح اشوفه وان شاء الله انا اتوقع تنجح في بداياته مو لما تكمل سنه والدليل شوف ان شاء الله سنه راح تتعمم هاي التجربه على كل المديرين آه اذا عندك معلومه شنو اليه التسجيل بها؟ آلية التسجيل طبعا هو التلميذ انا قبل شوي طرقت لك بانه يجي التلميذ وانت تدري كل انسان حريص مم. على حب الابنه بهالمسألة مم. فحتى لو تلقى عنده في الحالات بسيطة يحاول يخفيها أكيد. ما يقبل يظهرها لأنه ما يريد يبين بها خوف عن, خوف خوف عن هو على حالة ابنه بس, بس الحالة راح يصير يجي يدخل للمدرسة يدخل المدرسة يشوف الشخص معلمين الصف الأول من يشوف ستبقى الحركات مم. على الطفل طبعا قلت لك هو حسب حالته تيجي تستوجب الحاله هو بانه بس طيب. المعلم التربيه الخاصه الموجود بالمدرسه هو راح يقدر يشخصها حالته يشخصها ويقدرها ويجي اذا كانت حالته بسيطه من وما تقبل اذا كانت حالته بانه يصعب عليه يحيل المركز او اللجنه الخاصه المعنيه بالتربيه الخاصه هم راح يحددون شنو الحاله مالته وشنو نوع المشكله اللي عنده اكو نقل يكون يعني اذا هو بمدرسه اعتياديه هسه حاليا وان فتحت هذه المدارس يقدرون ينقلون لها اذا هو صف ثاني او ثالث ابتدائي وهي راح تنفتح مدرسه متكامله هسه احنا وين كنا بمدرسه بها صف تربيه خاصه مم. كل مدرسه بها من ثمانية الى عشرة او اعداد قليله زين زي. اذا راح تنفتح مدرسه كامله كلها راح تتقبلها وراح يصير فيها اقبال يعني مو طبيعي ان شاء الله طيب من خلال جولاتكم ومتابعاتكم ايش قد نحتاج اليوم مدارس لهذه التربيه الخاصه؟ والله انا ما اقدر بصراحه اقدر اجاوبك على هذا السؤال لانه هم بس يكون اهل يعني الاختصاص يعرفون بها بس ارجع اقول فيها حسب الطاقه الموجوده او حسب اقبال التلاميذ اللي بها بس قد احنا نقول نتفائل ودائما نقول نتفائل بها بس لو العائله العراقيه من يشوف هالشكل راح يشوف هي وزاره التربيه القائمين على هذا العمل راح يقدرون الحاله وهم بنفس الوقت راح يرفعوا بس بس نتفق انه اكو احتياج لمدارس اكثر على مود تستوعب هذه الاشياء اكيد وانت اقول لك احنا هاي العراق العراق مر بظروف ومر أكيد. مخلفات وغيرها ويومية عندنا احنا بالخصوص العراق يومية نقول كل ما ردنا هذا وتجينا ضرب كل ما ان شاء الله هذه بدايه بس جديده أحنا إن, شاء ان شاء الله, إن شاء الله. الله. انا اشكرك الاستاذ نديم البلداوي المشرف التربوي على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لكم مثل ما اوضح استاذ نديم هي الحاجه موجوده والحاجه مهمه جدا بالنسبه لهذه الشريحه الهامه في ذوي الاحتياجات الخاصه ومثل ما ذكرنا اعدادهم ابدا وقليلة بالتاكيد اعمار هوايه من عدهم هم بمرحله الدراسه الابتدائيه خصوصا من مرحله الروضه رياض الاطفال الى مرحله الرابعه والخامسه الابتدائي يحتاجون الى رعايه خاصه فممكن هذه المدارس توفر لهم هذه الرعايه شرط ان يتوفر المعلم والمدرس اللي عنده الادوات ويتمكن من التواصل الصح مع هؤلاء الاطفال وهذه الفئه وتتوفر الادوات والوسائل التعليميه اللي يحتاجوها حتى يتمكنون يحصلون حقهم بالتعليم وبالتالي يندمجون بالمجتمع بشكل طبيعي. فاصل وبعد يعاني <applause> الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحصول على حقهم الطبيعي في العراق سواء في الصحة أو التعليم أو الدخول بسوق العمل وهذا بالتأكيد ينعكس على مزاج ونفسية هؤلاء الأشخاص وأبناء هذه الفئة في الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي من خلال هذا التقرير راح نستعرض الإحصاءات والوضع الحالي لأبناء هذه الفئة والخطط المستقبلية لعملية اندماجهم في سوق العمل بشكل طبيعي فيان الجادري والتفاصيل يتراوح عدد الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعراق بين 3 الى 4 ملايين شخص، وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 10% الى 15% من اجمالي السكان، وتتعدد الاسباب المؤدية الى الاعاقات بالعراق تشمل الحروب والنزاعات المسلحة الألغام الأرضية والمخلفات الحربية والأمراض المزمنة والعوامل الوراثية، أيضاً الحوادث والظروف البيئية الصعبة. أبرز التحديات اللي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة بالعراق كثيرة، منها نقص بالبنية التحتية الملائمة مثل الأماكن العامة وسائل النقل أيضا قلة المدارس المتخصصة والخدمات التعليمية الموجهة لهذه الفئة وضعف الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل أيضا ما ننسى ارتفاع معدلات البطالة بينهم التهميش الاجتماعي وصمة العار المرتبطة بالإعاقة وبظل تزايد الوعي بأهمية دعم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعراق تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية لهذه الفئة على الرغم من التحديات اللي تعيق هذا التقدم ومن خلال مجموعة من المبادرات والجهود تتطلع الحكومة إلى توفير بيئة أكثر شمولية وكرامة لهم وتتمثل أبرز هذه الجهود بإنشاء مراكز متخصصة للتأهيل والرعاية الصحية أيضا تخصيص برامج اجتماعية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بهدف توفير المساعدات المالية والخدمات الاجتماعية اللي تساهم بتحسين مستوى حياتهم ومعيشتهم وما ننسى ايضا افتتاح مدارس مخصصه ومحاولات لتحسين البنيه التحتيه حتى تكون اكثر شموليه من خلال تكييف الاماكن العامه ووسائل النقل لتلبيه احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصه وضمان سهوله وصولهم الها. بخطوه تهدف الى تعزيز المعايير الاكاديميه والرصانة العلمية وتسهيل عملية معادلة الشهادة يستعد البرلمان العراقي لإجراء تعديل على قانون أسس تعادل الشهادات بالنسبة للطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات العربية والجامعات الأجنبية العديد من النقاط انطرحت من خلال هذا التعديل أبرزها مدة الإقامة وكذلك الموافقة الحاصلة من وزارة التعليم أو الوزارة اللي ينتسب إليها الموظف في حال أنه كان الطالب موظف في احد الوزارات. عن هذا الموضوع وتفاصيله نرحب بضيفنا بالاستوديو الدكتور ضياء واجد المهندس رئيس مجلس الخبراء العراقي. رحب بك دكتور. يا اهلا وسهلا بكم قناه الايام. اهلا وسهلا حياك الله. دكتور القانون الحالي شنو مشاكله حتى يقترح البرلمان اجراء تعديلات رغم انه هذه التعديلات انطرحت قراءه اولى وقراءه ثانيه وتاجل التصويت عليها. القانون اساسا هو كان تعليمات، تعليمات معرفه أسس معادلة الشهادات رقم خمسة لسنة 1976 والعمل مستمر فيها إلى حد 2020 في 2020 تعليمات يعني هذا مقارنة تعليمات, تعليمات. يعني أساسا هي تعليمات هذه التعليمات مه. مضت لسبب لأنه عندنا النشاط التعليم الأهلي أو القبول الخاص مه. هو كان قليل بعد مه. مه. 2004 بدأ الدراسات الأهلية والدراسات الخاصة وعلى النفقات الخاصة للطلبة وكانت هناك مشاكل أهم هي مشاكل الإقامة ومش ومشاكل معادلة الشهادة. الشهادة على أساس تقييم البحث طيب. هذه لم تعرف أهمية إلا عندما تدخل البرلمان لأن معظم النواب كانوا سيح. حريصين على أن يكونون من حملة الشهادات العليا والدال مم. ولانه الجامعات اللبنانيه وقلناها سابقا وثارت مشكله كبيره مم. انه اكثر من يعني ستة هذا, هذا ما معناه انه القانون الحالي مسيس لمصالح خاصه طبعا, طبعاً لانه يعني 36 الف شهاده آه منحت الى اكثرها الى موظفين من درجات خاصه مم. هذه الشهادات هي آه يعني على الاقل نقول لا تعترف بها آه الحكومة العراقية أو وزارة التعليم العالي مم. وأيضا لا تعترف فيها وزارة التعليم في لبنان مثلا وإيران على الأقل مم. مم. وهذه الشهادة من تمنع عادة عليها ترتيبات قانونية أكو. يعني عادة يعني الدولة العراقية سابقا أكو مفهومين أكو شهادة مم. عليا وشهادة أعلى طيب. الشهادة العليا هي ماجستير ودكتورة الشهادة الأعلى أي شهادة تأتي بعد ال المتوسطة او الاعدادية مهم. من يمنح بكالوريوس. الموظف شهادة اعدادية ومحصل على شهادة متوسطة يقول منح شهادة اعلى، مهم. من يمنح شهادة بكالوريوس وهو محصل على بكالوريا فيقولون شهادة اعلى، طيب. الشهادة الاعلى يمنحها القانون تغيير في الدرجة مهم. يعني اذا الموظف من الدرجة الثامنة ممكن يكون يصير درجة سابعة جي. في حين الشهادة العليا لا يمنع تغيير وإنما مع قدم سنه مم. الشهاده الاعلى في الدوله العراقيه يجب, يجب ان تكون من لب التخصص يعني مم. انت تكون تعمل في مجال الهندسه المعماريه او النفط فانت طيب. عليك ان تتقدم تخصص. على تتخصص في مجال المناظر. حسب حسب متطلبات الدائره، الدائره هي تحدد زي. وهي تعطي تفرغ للشخص المعني. وضعنا وضعنا الحالي شنو؟ شو يقول؟ احنا وضعنا العالي بالنسبة بالنسبه للدراسات سواء في الداخل او الخارج عندنا وظائف كثير معطله وخارج نطاق الخدمه، يعني فعليا خارج نطاق الخدمه الحقيقيه، بمعنى عندنا موظف عنده بكالوريوس، فهو حتى يحصل على معدل اعلى، شو يسوي؟ لو ياخذ اجازه خمس سنوات ويروح يكمل ماجستير ودكتوراه بامكانه. <applause> لو يروح يقدم على دراسة في لبنان وإيران ويكملها ويجي ويطلب من إدارة التعليم طيب. هذا في القانون الحالي أو قلنا القانون السابق <applause> شي يقول الأول أنه يجب أن يكون عندك عدم ممانعة الدارة أنه دارة ما تمانع في هذا القانون السابق السابق, السابق بال 76 تقصد قبل 76 بال 76 اللي هو لا بال 76 إلى حد 2020 <applause> يفترض عليك الأول تحصل موافقه دائرتك موافقه دائره اللي يسموها عدم ممانعه طيب. ويفترض من عندك تفرغ دراسي مم. كامل مم. يعني انت خلال السنتين لازم تتفرغ هذا ما حصل قبل مم. 2020 من اجوا النواب هو نائب وراح كمل شهاده الدكتوراه زين شهاده مم. الدكتوراه يتطلب ثلاث سنوات حسب القانون ان تكون مده الاقامه مالتك تسعة اشهر كل سنه بلد الدراسه بلد الدراسه زين أن انت اذا نائب شلون تسعة اشهر كل سنه تقدر تاخذ تسعة اشهر لو نائب انت لو زين هذا ما ينعكس فقط على النواب لا طبعا هي صارت كثير الموضوع يفير الموضوع لان كل النواب طبعا مو بس النواب رئيس مجلس القضاء العلاقة اخذ دكتوراه بهالطريقه رئيس المجلس الوزراء ايضا مم. اخذ بها الطريقه ووزراء معظم الوزراء مم. ومعظم الدرجات الخاصه بحيث وصلت تجاوز ال 37 الف شهاده معظمها للدرجات الخاصه مم. وعلى اساسها ايضا فتح كل هذه الشهادات مخالفه؟ كلها مخالفه مم. وما اغلقت الجامعات ورجعت الجامعات بفعل علاقات مع سلطه القرار اللي موجوده في الدوله العراقيه، يعني لبنان ما وافقت ان تعطيها الموافقه لعوده هذه الجامعات، وانما الحكومه العراقيه اجى رئيس الجامعه، طيب. الجامعات اللبنانيه احد الرؤساء وجا يعني سوى روت على كل رؤساء الكتل والاحزاب وغيره، والوي وزير التعليم العالي تم اعاده وتسويه الامر بشكل مخجل. يعني وزاره وقانون... التعليم العالي العراقيه اثرت على الوزاره في لبنان طبعا. وفي الجامعه بالضبط ولهذا قانون 20 لسنة 2020 أنا مم. أول شخص رحت للمحكمة الاتحادية اعترضت عليه وصدرت المحكمة قرارها قرار المحكمة الاتحادية 46 في 27 10 2021 صحت بكثير من القضايا منها من القضايا اللي هي المحكمة قرار المحكمة الاتحادية أكدت بطلان عدد من المواد والفقرات في قانون السابق في جزء 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 لم يكن الجزء الأكبر زين يعني كان المفروض الجزء الأكبر طيب ما التعديل المقترح هسه يقول لك انه انا اريد اعدل هذه القرارات والفقرات هذا عليه مشاكل التعديل طبعا إيه؟ يعني هو شو وين المشكله الاول منح لوزير التعليم صلاحيه آه، معادله الشهادات لاي شخص يقدمها عنده صلاحيه يعني اذا لجنه معادله الشهادات اللي هي دائره البعثات والتبادل الثقافي اذا ما قررت في حق المواطن يروح للجهه العليا للوزير مم. والوزيران ان يمنعها يعني يرجع هذا الشخص ويخلوه يعادلون الشغله الثانيه اللي منحها القانون انه هذا القانون يحالج الحالات باثر رجع لمده خمس سنوات مم. يعني فد واحد ما مطابق عليه الشروط ولا مداوم اجت شهاده حي الله اجت يعاد الوقت هاي كلها صلاحيه وزير آه لا الثانيه مو صلاحيه صلاحيه اللجنه زي. طيب. بس اللجنه اذا ما وافقت الطاوله رجعوا وين وصلوا مم. خافت واحد ما يقدر باللجنه وعنده علاقه مم. ويا الوزير طبعا تعرف العلاقات ويا الوزير اكو باب ثاني زي. طبعا هسه هي اهم نقطة اللي يعني عليها الخلافات مده الاقامه وموافقه الوزاره مده الاقامه حاليا مثل ما هو معروف أربعة اشهر متقطعه حاليا من وفق التعديل يريدوها تسعة اشهر متصله هذه مده الاقامه هل هي دليل على اليوم على رصانه الشهاده العلميه هي المعيار الحقيقي للرصانه لا الرسالة هي مو مو مودة بس يعني أطفد خلينا أطفد وضوح للعملية الشهادة العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه <applause> وأنا أستاذ بالهندسة بروفيسور بالهندسة فلو بروفيسور احنا عندنا اكو شيء اسمه الجانب الشكلي واكو شيء اسمه المضمون الجوهر القضيه المضمون هي عباره عن مده الدراسه الكورسات الاوليه احنا النظام الامريكي مو بريطاني اللي يعتمد على البحوث النظام الأمريكي عندك أنت كورسين لازم تجتازه تشتاز امتحان شامل وبعد الامتحان شامل عندك بحوث مم. يعني البحث الأساسي والبحث لازم يكون بالدكتوراه أصيل مم. يعني أنت جيت في شيء نقطة خلافية مم. غيرك مدار على عم. مستوى العالم مم. إحنا وين اللي عنده مشكلة دائما الطالب الماجستير او الدكتوراه ما تكفي المده اللي محدديها له، لمدة البحث سنه للماجستير وسنتين للدكتوراه. زي. عاده الطالب ياخذ تمديد يصل الى مرتين او ثلاث مرات بحيث الماجستير يخلصها في ثلاث سنوات مم. والدكتوراه في اربع او خمس سنوات. اللي لاحظنا في الشهادات اللي تجي من يجي مسلفا. الاول انه شهاده مثلا يروح هو يكتبها بالطريقه بالفارسي. ويرجع يقدمها بلد الدراسه بلد الدراسه زي. ويرجع يقدمها للعراق بالانجليزي مهم. يعني لين حتى ترجع تسويها زين اذا لانه احنا عندنا دراسات الهندسه وهم غير معتادين على الدراسه بالعربي وعاده نقدمها طيب. بالانجليزي هذه تخصصات العلميه زين تخصصات على تخصص علم حتى واضحه تصير وبعدين نحكي على البرلمان والإنسان. حتى لا يقول على مجلس اذا طالب هو ما يعرف اللغه الفارسيه مهم. فيقول اني ترجموا لي من العربي للفارسي زين هو ما يعرف اللغه الانجليزيه يقول ترجموا ليها من الفارسيه <applause> الفارسي للانجليزي <من> <applause> فيجي الطالب وبعدين طالب غير معرفه المحتوى بحيث وصل الى امر طالب يجي اختصاص بايولوجي اللي هو <applause> عباره عن فيروسات وبكتيريا وطفيليات وما شنو <applause> اجى لقى البحث مالته عباره عن كم صفحه وهو عباره عن تصميم عربه الطفل شنو طيب. تصميم عربه الطفل مم. علاقته البيولوجي بحيث من سيلته اللجنه. مم. هاي شنو علاقته؟ قال هو هذا البحث كتبوا لي في المنطقه اللي كان به. كل البحوث أنا, تس... انا اللي اساله اللي اساله اتفق وياك بهذه النقطه بس اللي اساله انه الطالب اذا بقى تسعة اشهر راح تختلف البحث مالته راح تختلف رسالته العلميه راح تختلف قيمه شهادته من اربعه الى تسعه. آه انا اقول لك تخت... شو تختلف او تختلف اذا انت دراسه ادبيه كان مقر ستة اشهر دراسة زي. الادبيه، يعني دراسه الاداب، تاريخ، اداب، فلسفه، مم. لغه عربيه ستة اشهر، وهذه ستة اشهر مو متصله، المهم انت عندك ست اشهر وتقطع بالدراسه العلميه يشترى تسعه اشهر وكان يحاسبون على ثلاثة ايام واليوم واليومين باشكاليه كبيره، لسبب انت عندك منظومه تريد تقيس تغير درجات الحراره في الداخل بناء على منظومه حديثه، يراد لك تقيس سنه متكامله. شلون انت تقيسه وانت قاعد ببغداد يعني هذا انت لازم في احنا دا نحكي كله تخصص علمي اكو يقول لك انا تخصص انساني لا احنا الاهم عندنا بالعلمي عندنا المشكلة, المشكله بالعلمي طبعا انت يجيك طبيب ويقول لك انا مو طبيب غير اذا اقر قانون ما راح يقرر يقول, يقول هذا فقط يشمل تخصص هذا آه آه اللي نحكي عليه احنا وين عندنا عندنا بالله باللغه العربيه سواء ان او ان كان حتى ما عندنا مشكله زي هو باللغه العربيه قاعد وراك عنده تعين ولا شي. بس عندنا مشكله بالابو البايولوجي وبالطب أبو وبالهندسه لان ابو الهندسه اذا خطا بالجسر معناها هو عمليه قتل قتل الطبيب اذا خطا بالمعالجات هذا عباره عن قتل يعني, عمليات يعني هذا جزء من عندنا يعني, مولده. يعني اللي افهمه انت مع تعديل القانون بشرط مده الاقامه تكون تسعة اشهر متصله هذا مو اني مع هذا 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 ستاندر عالمي انت اذا تريد الان احنا نبحث أيوة عن تصديق احنا الحالي مو ستاندر عالمي الحالي عندنا أربعة اشهر للانسانيه وست اشهر للعلميه هذا هذا بلوة النواب، النواب شنو كان؟ واحدة من اثنين قال لك احنا خاف ما ترام علينا يقول لك هاي اربعة اشهر ست اشهر وتطلع مم. دكتور وشي كان شي يسوي النواب؟ واحدة من اثنين واني قايله وصارت مم. اشكاليات عليه، وحده من عده يجي يقول المدير العام الدارة مالته البعثات وهذا معروف يجي يقول له اني والله شنو تروح وما ادري شنو هو وعده طياره خاصه عنده، مم. فشي يقول له؟ اكتب لي تعهد يقبل يكتب تعهد انا مضيت تسعة اشهر هناك وما ادري شنو يطلع وطبعا هذا راح يسوي عليه فضل وهذا يرتب ولا ترتيبات مم. خاصه وراه يشيل التعهد والمعامله ويشمره وكثير من النواب انا قالوا له احنا ايش سوينا؟ نعم. وتحتسب شهاده تحتسب شهاده الاخر شو يسوي؟ مم. البعض البعض اللي ما عنده ما يريد يرتب هالترتيب عنده جوازين عنده جواز دبلوماسي وجواز عادي زياني. يطلع باول مره بالجواز الدبلوماسي يطلع مم. ويجي يقول لهم يا بان طلعت بالجواز يكون ختم جواز ختم عنده راح ويروح ويرجع اذا يريد يروح ويرجع بالعادي يروح ويرجع وين ما طيب. يروح كذا يرجع بعد تسعة اشهر احيانا يعني واحد يجي ورا 12 شهر ورا 12 شهر يجي خاتم قالوا لهم انا رحت 12 شهر هناك زين أن انت احنا مخلينك وتعبنا عليه وعلق الصور وجيت لا لا دكتور احنا مو همنا ما يصير نسهل الموضوع بهالطريقه هل من المعقول انه اللجان وفي وزاره التعليم ما راح ترجع تدقق ما ترجع لوزاره الداخليه ما ترجع للجوازات يابا هذا الشخص يعني اكو تدقيق لا علي. لا لا ماكو ما شي. أي رجوع لا 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 ماكو شيء اسمه البايسز هو هو يروح يعطيهم جواز جواز عنده دخول وخروج للبلد هذا الجواز انت دقق عليه بجواز الدول طيب اني نائب دقق يعني راح يدقق فقط هذا الاسم المحترم فقط بهذا الجواز اللي هو هو اللي عليه يشوف التاشيره ويباوع الجواز لا يروح لل... يا ريت احنا لو نروح للداخليه مم. حبيبي يا ريت احنا نروح للداخليه ونشيك ونروح للبلد المعني ونشيك. ليش هسه ليش هسه مو هوايه من اللي يقدم على المعادله تطول معادلته اربع اشهر وست اشهر بحجه تدقيق مده الاقامه مالتك؟ هذا الاول بالشكل التالي هذا اهم حديث طيب طبعا الاول كل التدقيق وكل التعقيدات وكل المشاكل وين توقع؟ توقع براس المواطن، ما توقع براس المسؤول. مم. هذا القانون فصل للمسؤول. مم. المواطن يحاسبوه على اليوم، هذا الاول. يحاسبوه على الجامعه اللي تروحون، طبعا الجامعات مصنفه بالوان من بيضاء الى حمراء الحمراء معناها اللي هذا الجامعات وغيرها. في دول العالم كلها انه اذا انت تريد تدرس دراسه خاصه وتعترف بك البلد. زي. يجي انت تروح للدائره طبعا مو كل العالم اكو وزاره تعليم ما اكو وزاره اكو دوار دائره دا 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 مختصه دارة فتروح مم. فتروح تروح انت الى دائره دا دا التأهيلة او دا 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 معادله الشهادات تقول لهم انا اريد ادرس هندسه ميكانيك طيب. يقول لك ذني كل الجامعات بالميكانيك وعندنا ذني كل المشاكل اللي تريد نحلها وممكن نسوي لك عليها دعم مم. وانت ممكن تروح وتروح عليه احنا هنا يعني يعطي خارطه طريق لحد الرساله طبعا لحد الاطروحه احنا وين يروح؟ المواطن يروح يقول لك أني ما اخذ اجازه او بدون اجازه زين الموظف حاليا بالعراق الموظف بدون اجازه شنو اللي يقول لك يروح لبنان الايران مصر او تركيا يروح يقدم وبعد ما يقدم يرتب اوضاعه ويجي ويقدم هاي الاربع اشهر وخمس اشهر يرتبها طريقه فيجي يقول لك الست شهور انا اقدر ارتبها بس تسع اشهر ما تترتب صعبه اربع اشهر اقدر ارتبها بس, بس تسع اشهر ما اقدر ارتبها وهي هاي دكتوراه وماجستير تغير وفق الضوابط شنو لازم يسوي اليوم الموظف اللي يريد يكمل ماجستير بالخارج؟ احنا ما عندنا ضوابط لانه احنا حتى في وزاره التعليم العالي عندنا استاذ جامعه مستنصريه زين. ماجستير ومقرر قسم ورا ثلاث سنوات اجى قال لهم تعال عادلوا لي انا مخلص الدكتوراه هندسه كيميائيه بجامعه بابا ودارته ما تدري ودارته ما تدري وين المشكله عليه الرفعة وقالوا له, له احنا انت خلال هالثلاث سنوات غيرت اللقب العلمي مالتك طيب. على ضوء احنا هذا اللقب العلمي راح نوقفه واذا وقفت اللقب العلمي زين هاي للسنوات سنوات من اخذ المفروض هو تفرغ هذا التفرغ ينحسب عليه ما التعديل يريد يعالج كل هذه النقاط حس حسب حسب ما قريناه حسب ما قريناه من مواد وفقرات وقالوا لجنة التعليم النيابية يريد يعالج كل هاي الفقرات يريد تسعة أشهر متصلة وقالوا بعدين أكو شهر يقدر يرجع بها يريدون الموافقة من الوزارة أو الدائرة المعنية ويريدون فتح ملف دراسي نرجع كما كنا <applause> إحنا وكما كنا شنو اللي كان عليك أن تحصل على عدم ممانعة <applause> ليش تحصل على عدم ممانعة لأن أنت إذا حصلت على عدم ممانعة ممكن في السابق تحصل على مخصصات كاملة لأنه تجيب <applause> الدكتوراه تمنح 100% مخصصات زي. الماجستير يمنح 75% في عين البكالوريوس 55 والبكالوريا الاعداديه 45% فانت من 100 ل 45 فرق كبير فانت عليك اذا حتى تريد تحصل مخصصات طبعا هذا حتى مجلس النواب مجلس النواب هناك فرق كبير بين راتب اللي محصل على دكتوراه وبين اللي محصل على الاعداديه يصل الى 4 مليون، 5 مليون، هذا مهم الفرق مهم سببه هي المخصصات اللي ناتجه من المخصصات الجامعيه، مخصصات الشهاده. طيب هذا الاول. جيد. الثاني اللي المهم به انه انت في دوائر الدوله، انت من حقك ما من حقك انت اذا موظف في دائره محدده ان تخلص او تكمل الا في اختصاصك، ما يجوز في اختصاص اخر، اذا انت تريد تكمل في اختصاص اخر ما تمنح هاي المخصصات. ولهذا انت مثلا عندك طب بيطري ما يصير تروح لهم ايش قد حاليا ايش قد حاليا هسه خلينا نقول اذا ماكو احصائيه دقيقه ايش قد حاليا تقريبا تجينا سنويا ماجستير ودكتوراه من الخارج لا هي مشكله الماجستير والدكتوراه اللي بالخارج الان عندنا بال وصلت مرحله تقريبا نص م. مليون نص مليون اي هذه اللي بعد الاوليه بعد عام يعني. 2003 الى اليوم أي. تقريبا أي. اي اي هذا اللي عندهم لا اللي عندهم اشكاليات في هذا الموضوع عندهم اشكاليات نص الموضوع. في هذا الموضوع اي طبعا زين احنا ليش عندنا تعقيد بالداخل فبالتالي يتوجه الى الخارج؟ بالقبول اساسا ليش اكو فد للموضوع؟ اكو فد اليوم اكو مقاعد تبقى شاغره وما يصعدون مثلا بعض الكليات وبعض الجامعات ما تصعد من الاحتياط الى المقعد هذا اللي هو بقى شاغر فبالتالي تشوف جامعه فاتحه تخصص ماجستير او دكتوراه عندها طالبين وثلاث طلاب. هاي بيتلف جوانب الجانب الاول هو خطا في استراتيجيه الدوله. الدوله تقول لك انا الان التعيينات وين تصير للدكتوراه والماجستير ممكن يتعين على الاقل في الجامعات الهنديه زين بس اذا هو بكالوريوس ما يتعين فالوا... هو... لا بس اعطيك جانب مم. هو شو يسوي؟ يروح اللي يقول لك خلنا نكمل ماجستير ودكتوراه مثل العالم تستقتل الان مم. تروح للطبيه مو حبا بالطبيه اذا طبيه ما تعينن راح تشوف ما حد يروح للدراسات الطبيه مم. هذا الاول لا يعني. هو التعيين حاليا مو بس الطب مجلس الخدمة الإتحادي حملة الماجستير والدكتورات إن تعينون لا طيب. طيب إلى حد هالسنة زين. الكل ها مجلس الخدمة مركزي طب الاسنان تروح مستقتله وفلوس ليش ياخذون على طب 13 مليون صح ليش تاخذ الحكومه وخلف الكلام للدستور مم. الحكومه المفروض عليها مجانيه التعليم مم. انت تروح تدرس فرق درجه فرق درجه موازن. او عشر تروح موازي تدفع 5 مليون ليش مخالف للدستور هذا طبعا مخالف للدستور التعليم العالي ما يدرس بفلوس التعليم العالي مجانا بس هذا يقول لك لانه العالم زين ان انت اذا عندك قابليه تستقبل هالقد عدد ليش ما استقبل هو هذا اللي نقوله كذلك بالماجستير والدكتوراه زين النواب ليش يتعاركون على الان يتعاركون كانوا يتعاركون على قانون 2020 -20 <applause> ويصيحون وعلى هذا ما تعاركوا على ذولا الغلابه <applause> اللي هو دافع له 5 مليون وناس ما عنده وهو حصل معدل عالي 99 <تصفيق> <تصفيق> هذا الاول يعني انت اذا تقول لي اقول لك اكو اشكاليه اشكاليه استراتيجيه الدوله دوله دوله موظفين فاعداد الخارج نتاج استراتيجيه خاطئه للحكومه دوله طبعا دوله هي دوله دوله موظفين ما منحت اكو فرص عمل للطبيب وللمهندس ولللغة اللغه العربيه ما منحت فوين يروح؟ يقول لك انا علينا حاصل على فرصه بالتعيين وتعيين ماجستير ودكتوراه بيا برايرتي عاليه يعني عاليه هذا طيب. طبعا هذا الجزء الاول المهم الجزء الثاني بالتعليم العالي الان شكل لوبي قوي اسمه لوبي الجامعات الاهليه هو يدير الوزاره التعليم العالي مو وزاره التعليم العالي تدير والدليل انه احنا وصلنا الى 89 جامعه اهليه يعني الان بين الموثقه ولا 89 جامعه اهليه في مسجله تقريبا أو 73 او 74 73 او 74 الباقيين ترى الان ماشيه وكبيهم بداوا يعني انا احكي لك اللي يعرفها يعني انا من احكي لك كلمه يعرفونها للتعليم العالي انبحوا كل اوراقهم زين والدوله العراقيه ايش قد عندها 29 ل 31 جامعه معقوله دوله التعليم الاهلي اكثر جامعه بغداد صار 100 سنه الجامعه المستنصريه صار 70 سنه الجامعه التكنولوجيه صار 55 سنه واحنا الان تجي جامعات وظن كل سنوات تسوي جامعات اهليه اكثر من جامعة. وشنو امكانيات الجامعات الاهليه؟ ماكو كان حتى معهد العلمين اللي سووه قبل عبد الرزاق العيسى اكراما طيب. يعني كونه من بيت بحر العلوم يعني مم. كان متربي عندهم سوى معهد اشبه بمعهد الدرجات الخاصه مم. لانه ينطيك الدوام بايام العطل اللي انت تكمل ماجستير ودكتوراه بدون اعتقد تعدل دوامه، بدون هذا المعهد هسه احنا مو حكينا حتى التعديل مال تركيك مم. حتى التعديل مال يعني احنا بنحكي حتى هذا كان ممكن الدوله ان وزاره العلوم التكنولوجية اللي لان ولا شغل ولا عمل بامكانيات امكانيات راقيه تسويها وزاره الدراسات العليا او هيئه الدراسات فبالتالي, فبالتالي الموضوع ما يحتاج فقط الى تعديل قانون استعاده الشهادات يحتاج الى تعديل المنظومه كامله فيما يخص التعليم الثالث الثالث باختصار الثالثة انه حتى القبول بالدراسات <applause> العليا في العراق قلل من رصانته مم. لانه بداوا يجيبون ويخلون على الماجستير والدكتوراه حسب متطلبات والعلاقات مم. بحيث قسم اني اعرفه قبل 14 طالب على الماجستير 14 طالب وهم ما عندهم استاذ بالاختصاص كان فقط اثنين او ثلاثه شلون ممكن يقبلون اساسا مخالفه بخطه القبول <applause> آه، أني أشكرك حديدو. الدكتور يا واجد المهندس رئيس مجلس الخبراء العراقي على كل هذه المعلومات فبالتالي التعديل عطفا على هذه الإشكالات اللي موجودة في القانون الحالي نحتاج إلى تعديل حقيقي، تعديل يشمل من الدراسة في البكالوريوس والتخصصات العلمية إلى الماجستير والدكتوراه. بالتالي هذه المنظومة كلها تحتاج إلى عمل حقيقي وسياسة حقيقية في الانتقال إلى شهادات علمية ورصانة علمية حقيقية. مدة الإقامة فقط ممكن تكون واحدة من العوامل المساعدة على تعزيز الرصانه العلميه، لكن بالتاكيد الموضوع ما يتعلق فقط في مده الاقامه. فاصل وبعدها قبل. بالسنوات الاخيره صار اكو توجه عند الشباب العراقيين وهذا شيء جيد وحتى الموظفين بالحصول على الشهادات العليا واللي تشمل الماجستير والدكتوراه من الخارج. احصائيات رسميه ومعلومات عن اكثر الدول تخريجا لهذه الفئات نتابعها من خلال هذا التقرير ويغفر حسن مرحبا بعالم الاكاديميا والبحث العلمي الشهادات العليا مثل الماجستير والدكتوره تلعب دور محوري في دفع عجله التقدم والابتكار ومع تزايد الاهتمام بالتعليم العالي اصبحت بعض الدول مراكز رئيسيه لتخريج حمله هذه الشهادات تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة، حيث تمنح هذه الجامعات الأمريكية سنوياً الآلاف من الدرجات في مختلف التخصصات، خاصة في العلوم والهندسة. تليها ألمانيا، التي تعتبر واحدة من الدول الرائدة في أوروبا في منح الدكتوراه، وخصوصاً في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية. أما الصين، وقد شهدت زيادة هائلة في عدد خريجي الدكتوراه خلال العقدين الماضيين، مما جعلها أكيد في مقدمة الدول المانحة للشهادات العليا، وعلى صعيد آخر، شهدت الإمارات العربية المتحدة تطوراً لافتاً في منح شهادات الدكتوراه، فيما تحتل الهند وكوريا الجنوبية مراكز متقدمة جداً بالسنوات الأخيرة. مما ازداد الإقبال من العراقيين على إكمال دراساتهم العليا في الخارج وتصدر أكيد لبنان مصر والأردن قائمة الدول التي تستوعب أكبر عدد من الطلاب العراقيين الراغبين بإكمال دراساتهم العليا بينما تعتبر تركيا وإيران واليونان وأوكرانيا وحتى ماليزيا وروسيا من بين الدول التي تقدم قبولا متزايدا للطلاب العراقيين وفقا للبيانات الرسميه برايكم انتم هل ستستمر هاي الوجهات بجذب الطلبه العراقيين ام ان هناك دول اخرى راح تصير اكثر جاذبيه في المستقبل وبالختام نشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي في امان الله